بجدد التحية بحضراتكم، وحواري لا يزال متواصل مع المفكر الإسلامي المستنير الوسطي دكتور ناجح إبراهيم، واللي احنا بنعتز بوجوده معنا النهاردة وبنشرف بوجوده معنا. دكتور ناجح، هذا الفاصل الأخير ونخصصه للحديث عن داعش، لكن عندي ثلاث أسئلة وأنت رجل تقول الحق، عايزين كده إجابات قصيرة عليهم. الإخوان جماعة فاشية أم جماعة أرادت السلطة أم جماعة كتبت نهايتها بأيديها؟ لا، هي ولا واحدة من الحاجات دياتي، ولكنها جماعة دعوية لها مشروع دعوي وناضج، ولكن مشروعها السياسي فاشل. طيب، الإعلام في مصر قليل فاسد كثير صالح أم كثير فاسد قليل صالح؟ أم هو كثير فاسد وقليل صالح؟ الإرهاب سينتهي في مصر قريبا بعيدا لن ينتهي؟ قريبا جدا. الإرهاب والقتل والتكفير ليس له عمر، وأي فكرة تخالف وسطية الإسلام سوف تموت حتى من تلقاء نفسها، وسوف تموت داخليا قبل أن تموت خارجيا. الإخوان سيأخذون الانتخابات البرلمانية بأسماء غير معروفة؟ نعم. قلت ذلك؟ نعم. معلومات؟ لا توقعات. يعني ايه باسماء غير معروفه؟ يعني ناس منتميه لجماعه الاخوان منتميه لكن غير معروفه، يعني قريبه حاجات زي كده، بس مش معروفه يعني. مش معروفه. طيب، خليني اعود الى داعش وما نقراه الان فيما يحدث في العراق، وانهم قاربوا ان يصلوا الى بغداد. ايه الموضوع؟ وعاوزك كده تقرا معايا قراءه حضرتك الأقدر عليها. أمريكا عندها مشكلة مع الإرهاب المنسوب إلى بعض تيارات الإسلام السياسي، وكان عندها خطة لتوطين هؤلاء الإرهابيين في منطقة سيناء، ثم صار الشعب في 30 يونيو. المؤكد أن أمريكا لن تدخل هذا السيناريو في الأدراج، فتبحث عن توطين هؤلاء الإرهابيين في أي مكان في العالم. هل ما أقوله ده وما يتردد يعني في الإعلام صحيح؟ وهل داعش ده على علاقة بأمريكا؟ أنت شايف ده إزاي؟ لا، احنا ناخد الملف من أوله زي ما أيوة ده اللي أنا عايزه. داعش هي الابن الشرعي الوحيد والوريث الوحيد لتنظيم اسمه تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. نعم. وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين كان يقوده واحد اسمه أبو مصعب الزرقاوي، وأبو مصعب الزرقاوي ده قصدته القوات الأمريكية وقتلته في وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ده شبه يعني تعرض لضربات كثيرة جدا وما إلى ذلك. بدأ بعد كده وارث عنه هذا التنظيم تنظيم تاني اسمه الدولة الإسلامية في العراق، غير اسمه، بدل تنظيم القاعدة سمى اسمه الدولة الإسلامية في العراق. هذا التنظيم انتعش انتعاشة كبيرة جدا بعد الثورة على بشار الأسد. نعم. بقى في تلامس ما بين المناطق الحدودية بين سوريا والشام، تكون في سوريا ما يسمى جبهة النصر، جالها سلاح وفلوس وإمكانيات ومتطوعين وما إلى ذلك. بقت ده تنظيم مالتي ناشونال، يعني فيه تلاقي أمريكي، مصري، سعودي، كل الجنسيات، سوري، ليبي. من الذي أسس جبهة النصرة في العراق؟ والله بص، هو الذي أسس جبهة النصرة في العراق ده ملف يعتبر ملف أمريكي غربي تركي قطري خليجي. طب بقى انا وانت واللي قاعدين في القعده دي نمولها باموال وما الى ذلك. اخوان تركيا هم اللي اسسوها، وكان يعلن عنه في مصر، اللي عايز يروح سوريا يروح، وناس راحت عادي واتدربت، ومنهم ناس رجعوا وقاتلوا هنا. يعني انا في مكاتب انا كتبت عن واحد اسمه احمد حسن، اين الخلل؟ يعني في واحد اسمه احمد حسن،
كتبت عنه مقال في المصري، أحمد حسن أين الخلل. هذا كان طالبا أزهريا، خد كلية أصول دين، وهو اللي قتل 14 ضابط وجندي في الشرقية، وأصاب من الشرطة، وأصاب 8 من الجيش. هذا الرجل قلت له ما الذي تحول فيه؟ لكن أنا اختصارا يعني، هو تحول، مفروض واحد أصول دين ده يبقى راجل بيدعو وما إلى ذلك. نعم. هذا الرجل حصل له ثلاث تحولات في حياته. التحول الأول أن حضر معسكر في سيناء، ظل عاما ونصف. بعد كده راح معسكر برضه في سوريا، قعد سنة، تعلم فيهم التكفير والتفجير، ورجع قناص ماهر. وعلى فكرة عاش فقيرا ومات فقيرا، مش عشان الفلوس، فكر التكفير والتفجير فالمهم اندمجت، حصل اندماج بينهما، وسموا التنظيم كله على بعضه اسمه الدولة الإسلامية في العراق والشام، واختصارا داعش. ده بالنسبة للتكوين. وقادها واحد اسمه أبو بكر البغدادي. أبو بكر البغدادي ده اختلف مع أيمن الظواهري، حينما دعم الدكتور أيمن، دعم الدكتور مرسي، جماعة الإخوان والدكتور مرسي، ودعم التحول الديمقراطي والأحزاب وما إلى ذلك. فراح ايه، قال له ده مش طريق. لكن ابو بكر قتل، ابو بكر قتل، واخد بالك، او ابو عمر هو اللي قتل، ابو بكر عايش. ابو عمر هو اللي قتل، بغدادي، ابو بكر عايش. نعم. نيجي ده الظرف، الفكر بتاعهم وفكر القاعده على تشدد، يعني فكر القاعده، وفكر القاعده يعني ممكن نختصر فكر القاعده في حاجتين، التكفير والتفجير. مساحه، طب على تشدد ايه ده؟ يعني ماذا بعد التكفير والتفجير؟ يعني اكتر بقى. هكفرك وهفجرك. لا يعني، هو بيكفر كل الجيوش العربيه كلها بلا استثناء، الشرطه العربيه، المؤسسات الامنيه، الحكام كلهم، كل من يؤمن بالديمقراطيه، كل الاحزاب السياسيه وما الى ذلك. طب عفوا، مش تلاحظ ان هذا التنظيم ويكفرون الشيعة كلهم؟ لحظه، بيكفر كل الجيوش اللي بتحارب اسرائيل، كل الجيوش؟ لا، هو اصلا بيكفر الجيوش بصرف النظر حربت او انا عارف طريقه تفكيرهم، هو ان دول جند الطاغوت خلاص، والطاغوت كافر وجند كفار، فبلاش دعوه باسرائيل ولا قفلها. هو قفلها وخلاص، واخد بالك. لا، ما بص، طول ما انت بتتكلم من غير مايك، كلهم سنه مش شيعة، وبيكفروا الشيعة كلهم برضو بلا استثناء. طيب، ولا تفريق. النقله اللي حصلت في بقى العراق، ايه النقله دي؟ انت هتلاقي فيه حاجتين ثابتين في سوريا وفي البتاع، اللي هو حاكم طائفي. ان عندك المالكي حاكم طائفي، نعم، كون الجيش طائفة من طائفة الشيعة، المؤسسات الأمنية من الشيعة، الاقتصاد للشيعة، سلم العراق كلها لإيران، ولولا ان الأكراد خدوا حقهم بالدراع من قبل كده، ومكونين دولة وعلم ونشيد ومخابرات بتاعتهم من زمان بالتعاون مع أمريكا وإسرائيل، ما كانوش قدروا حد. أهل السنة بقى اللي في النص دولة يأسوا من المالكي ومن هذا الحكم، ولذلك أساسا راح الجيش العراقي فقد العقيدة العسكرية برضه، عنصر يعني حاكم طائفي بعد صدام ومؤسسات طائفية، أو بعد ما تم حله على أيدي الجيش اللي تكون جديد، فاقد للعقيدة العسكرية. إيه العقيدة العسكرية أو الأمنية؟ إني ما الهدف؟ يعني أحارب مين؟ هل أنا بسعى لمصلحة مين؟ بحمي مين؟ بحمي الشيعة ولا الأكراد ولا السنة ولا أحمي العراق كلها؟ أحمي مصالح إيران في العراق ولا أنا بحمي؟ نعم. فالسنة عارفين إن كله ده عشان مصالح الشيعة، ولذلك سلموا لداعش، مش عشان ممكن يهزموا داعش مليون مرة، يستطيعوا هزيمتها بكل سهولة، ولكنهم أرادوا أن يلقنوا المالكي درسا أن الطريقة دي لن تصلح ولن تستمر معنا وما إلى ذلك. ما قبل كده هم هزموا الزرقاوي وهزموا ما إلى ذلك. طب عفوا، داعش كده يعني سر قوتها هو جيش، ولذلك خطاب سر قوتها السنة اللي هناك، الجنود العراقيين السنة اللي سلموا لها أسلحتهم، اللي سلموا أسلحتهم وحاجاتهم وبعضهم من ضواليه. المتغير الثاني في داعش إن في ناس من القوميين، الضباط القوميين والحزبيين اللي هم كانوا تبع حزب البعث، انضموا إليه باعتباري من الملاذ الاخير لهم في ان هذه الطائفه تنال حقوقها. بس عفوا، امريكا بتقول ان ده قتال طائفي، ما هو هل قتال تتفق؟ طائفي. قتال طائفي. وعلى فكره داعش بتعتبر ان الشيعة عندها اخطر من اسرائيل،
يعني لو ان في اسرائيلي وشيعي وما الى ذلك. يعني كانت العراق تكفير تفجير. العراق الدوله الوحيده اللي يقتل فيها بالاسم. يعني اسمك ابو بكر الذبح. الميليشيات الشيعيه كان في بدايه عهده. انت ترى بهذا الشكل ان العراق في طريقه الى التقسيم الى ثلاث دويلات؟ ايوه. بص، في قاعدتين انا هقولهم لك حلوين. نعم. جدا. القاعده الاولى، اي حاكم طائفي سيؤدي لدولته ان المؤسسات تبقى طائفيه، ستؤدي الى تدخل اجنبي وتقسيم. قاعده لذلك قاعده حطها كده. وسوريا كذلك. ده عفوا كان ممكن يكون مصيرنا في مصر لو كان ممكن يبقى مصر. الحاكم لابد ان يكون بتاع الناس، ما يبقاش بتاع طائفه ابدا. طائفه يخلي المؤسسات بتاعه الدوله طائفيه ويخلي الاجهزه طائفيه وما الى ذلك، يؤدي على طول ان مجموعات تقول لك انا منفصل. نعم. او ده كان اخطر ما يهدد مصر. تدخل اجنبي. انت تذكر الاحتلال الانجليزي جاء بحجه ايه؟ حمايه الاقليات. نعم. وقال احنا نقعد اسبوع، قعد 70 سنه ضربها في الاسبوع ده مش عارف في كام. طب انا قدامي دقيقتين. فالبعد الطائفي، القراءه المستقبليه لما يجري في العراق ايه من دكتور ناجح ابراهيم؟ القراءه المستقبليه، اول حاجه السؤال مهم، هل تستطيع داعش ان تقيم دوله؟ ده سؤال مهم. لن تستطيع داعش ولا اي تنظيم تكفيري ان يقيم دوله. ليه؟ حتى وان ملك السلاح والافراد والعتاد والارض، لان فكر التكفير نفسه فكر ضد الدوله. الدوله اساسا تقوم على عقل الدعوة وعقل الدولة وفكر الدولة وتعددية الدولة. إنما فكر التكفير ده أصعب من فكر كل الحركات الإسلامية. نعم. هنا يعني ده هم كانوا داعش تصل هتصل إلى بغداد؟ لا، ولا هتصل إلى بغداد ولا حاجة، وما لن تقيم دولة. نعم. أنت بص التاريخ كله، أصل التاريخ ده قراءة للمستقبل. الخوارج كان عندهم جيوش كثيرة جدا وكانوا مقاتلين أشداء، ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يقيموا دولة. الأمويين أقاموا دولة، كل الفئات اقامت، لان يعني الدوله وعاء اكبر الدولة يجمع وعاء ولا يفرق. يجمع ولا يفرق. انما ده عامل زي، حتى لو اقام زي القنبله الانشطاريه، يعني هو كانوا متحالفين مع النصره، مسكوا قائد النصره ذبحوه كما تذبح الفراخ. يعني ما يجري في العراق ليس بهذه الصوره التي ترى، ليس بهذه الصوره وهتنتهي. طيب بعد شوية. اخر سؤال، امريكا هتوطن الارهابيين دول فين؟ ما اعرفش، لكن فشل... انا عايز اقول لك ان الفكر هذا انتشر من التعامل الخطأ في القضية السورية. يعني نعم. القضية السورية أعطيت لها أموال، ضخت أموال في هذا وهي دي اللي ادت يعني انتشار رهيب جدا. وبعد ما أمريكا حققت غرضها من النظام، نفس اللي حدث في أفغانستان، بعد ما ضربت الاتحاد السوفيتي في أفغانستان سابتها يموتوا بعض يعملوا بعض. هنا برضو بعد ما دمرت السلاح الكيماوي، بعد كده السوريين يدمروا بعض يعملوا بعض. في 30 ثانية كلمة أخيرة متروكة لحضرتك دكتور ناجح. أني الطائفية، طالما وجدت الطائفية، لا وجهها لأي حد، للشعب للأمة للمشير السيسي، وجه 30 ثانية كلمة معك. والله أنا عشان نختم بها هذا الحوار الممتع، أنا أمنيتي أن يتلاحم الشعب المصري مرة أخرى وأن يتوحد وأن يأتلف وألا يتنازع على السلطة. السلطة لا تساوي شيئا، السلطة لا تساوي أن احنا نتصارع، ولا السلطة تساوي أن احنا نتخانق عليها، ولا أن تراق الدماء. متفائل باللي جاي؟ متفائل جدا كمان. الدكتور ناجح إبراهيم، كنت ضيفا كريما معنا، بشكر حضرتك، كنت على تشريفك في حلقة اليوم. حلقتي معاكم انتهت، بكرة حلقة جديدة بإذن الله من مساء الخير عن الفوعلية، هيشرفوني هنا في الاستوديو ونفتح حوار طويل، همومهم مشاكلهم أحلامهم، وننتصر ليهم إزاي وأفكارهم لتطوير البلد. بشكر حضراتكم وتصبحوا على خير.